حوالي 100 جثة اكتشفتها ملقاة في منطقة دمشق شمال شرق نيجيريا قوات التحالف ضد تنظيم بوكو حرام. يعتقد أن أصحابها ضحايا مجزرة جماعية يكون قد ارتكبها هذا التنظيم المسلح، وهو ما تؤكده السلطات النيجيرية على الأقل. أثار القتل رميا برصاص بادية على غالبية الجثث التي عثر عليها بما فيها تلك التي فصلت عنها رؤوسها. الشبهات تحوم حول بوكو حرام بالوقوف وراء هذه الجريمة على الأقل بالنظر إلى أسلوب القتل ولوقوع المجزرة في منطقة دمشق في إقليم بورنو الذي يعد معقلا تقليديا لهذا التنظيم المسلح الذي ترجع عنه قبل أيام تحت ضربات القوات التشادية والنيجيرية. الجيشان النظاميان يحاولان تضييق الخناق على بوكو حرام في حملة تدوم منذ أسابيع وقد تمكن من دحره من غالبية مواقعه. هذه الأحداث تأتي قبل انتخابات رئاسية في نيجيريا.